اسمي عدنان ايوب من الجنوب، عندي 3 أولاد، عايش على الحد الأدنى من بالحياة مثل ما بيعيش أي واحد فقير بهالبلد. هذه أنا بعتبر حالي أني محظوظ، مدخولي أني شي 800-900 ألف، يعني أحيانا بيوصل إذا صار في سوء عندي للمليون، بس أنه هؤذي ما بيأمنوا الحد الأدنى، يعني إذا بدي أمرض ممنوع أني أمرض. هجم العالم على الخضرة، سنن للعرابي وقربنا ولن الوزراء. لوبيا 2000، بندورة 1000، وخيار نص كيلو 1000، 4000 كيلو نص، بصل 1000، 500 5.5. عوافي يا معلم بديش الافندي، بتناني بس الكيلو اهلا بالدفيعه، حط الدبشي يا صنع هجموا العالم على الخضره، سنن للعرابي وقربنا ولن الوزراء. هجم ويوم 4500. هلا هون طلعوا ب 30,000 ليرة بس طبخة وشغلت هيك من قريب وللبيت، يعني إذا بدي جيب الأشياء التانية ما بدي أدفع أكتر. المدخولنا 800,000 تقريبا بالشهر، يعني هو بعدين بيجيكي كهرباء، بيجيكي السطلات، بيجيكي بنشتري مي مشترى للشرب، بيجيكي شغلات كتير أشياء مش عاملة حسابها. كمان إذا بدنا نتجاوز شوي خط الفقر، تحتاج أصغر عائلة بلبنان من 4 أشخاص إلى 2,000,000 ليرة لبنانية. مؤشر أسعار جمعية المستهلك اللي بيصدر من 2006 كل 3 أشهر أظهر بشكل ملموس ارتفاع بحدود 52% لأهم 160 سلعة وخدمة بيستهلكها اللبنانيين يوميا أو شبه يوميا. آخر ارتفاع بين الفصل الأول والفصل الثاني وصل إلى 18.8%. سبب هذا كله هو سببين أساسيين، أولا سيطرة الاحتكار على الاقتصاد اللبناني على الأقل ب 80% منه، واللي هذا بيترك مجال للتجار وغير التجار انه يتصرفوا بالاسعار مثل ما بدهم، ونحن مش الوحيدين اللي بناكد هيدي الارقام، البنك الدولي والاتحاد الاوروبي اكد انه لبنان اغلب 30% من محيطه نتيجه وجود احتكارات وبالذات الوكالات الحصريه. العنصر الثاني هو الغياب الشامل الكامل للدوله عن هذا المجال، فوقت بتصير ازمات من هذا النمط الدوله غير موجوده ولا تتدخل على الاطلاق، وبالتالي هناك تواطؤ ضمني عم بصير بين الطبقة السياسية وبين التجار اللي عم يستفيدوا من هذه الظروف. وهون بدي أضيف نقطة أخيرة حول هذا الموضوع بتتعلق بموضوع الضريبة المضافة. نحن منحذر إنه هذا الموضوع ممنوع بالكامل، أي زيادة فيه رح تلتهم طبقات فقيرة بكاملة، رح تزيد الفقر كما تؤكد كل الدراسات من دراسة الجامعة الأمريكية، رح تزيد أعداد الناس اللي حيغرقوا تحت خط الفقر، وراح تكون مسؤولية حكومة أساسية فيها، يعني بتعطي بإيد شقفة تاخد بالإيد الثانية مضاعفة.